السلام عليكم. اليوم نروح الولايه تاع سطيف اللي نقف على الاشغال نتاع المقر الجديد لمجلس قضاء سطيف، واللي يعني الاشغال تقرب من النهايه تاعها، واللي حسب رايي يعتبر واحد من افضل واجمل واكبر المقرات اللي راهي قيد الانشاء واللي انشئت في مجال القضاء، يعني في المقرات تاع المجالس القضائيه هذه اللي اكيد سوف تعزز المنظومة القضائية في الجزائر، وتعزز كذلك الدولة تاع القانون التي إن شاء الله سوف تكون على حسن ظن المواطنين بصفة عامة. إذن أترككم تتابعون هذا الفيديو، والسلام عليكم.